سيدي كريم، عندما في شهر 6 أنا كنت موجود هنا في إسطنبول وقلت على قناة ليبيا الأحرار وربما على قناتكم، لا أتذكر، أن السراج يتعرض لضغوط قبل أن يتكلم الشوح عن هذا. قلت لأن المبادرة التي جاء بها السراج في شهر 6 هي مبادرة ليس لها أي معنى وليس لها عندما وخاصة عندما تكلم عن انتخابات قبل نهاية العام في هذه الظروف. فقلت إنها جاءت هذه إملاءات وضغوط تمارس على السراج بعد أن سقط حفتر سياسيا وعسكريا بخسارته في هجومه الإجرامي على طرابلس. طبعا هناك ضغوط أيضا تمارس، والسيد من أخونا مروان من مصراتة يعرف أن هناك ضغوط ومحاولات على مصراتة، لأن مصراتة هي العمود الفقري لليبيا وهي العمود الفقري لهذه العملية، عملية الانتصارات العسكرية. فهناك فصائل من مصراتة قد تمت سوقت لهم هذه العملية، وتدخلت حتى دولة عربية في المسألة في شهر 6، هذا ليس في هذا الشهر، يعني منذ شهرين كان على وشك، هي سقوط غريان هي التي قلبت المعركة، ولكن كان هناك مشروع تمرير مبادرة تشارك فيها دول عربية ودول والمجتمع الدولي يدعون فيها الشعب الليبي وحكومة الوفاق إلى الذهاب إلى جولة جديدة من الحوار السياسي، ولكنها سقطت بسقوط غريان.